بعد كده استخدم السر اللي قلتلكم عليه على الصورة بتاعة الانستجرام، وهو البرايمر ده. البرايمر ده من براند اسمها انجريد او انجريد. فالبرايمر ده يجنن يا بنات. اول ما جالي لقيته على اخضر، ف لقيت الشركة اللي بعتالي يعني الحاجة بيقول لي جربيه من غير ميك اب، حطيه على بشرتك وشوفي الافكت بتاعه ازاي على البشرة من غير اي ميك اب. فطبعا قلت اجربه واشوف. بصراحة يا بنات اتوهمت. اول حاجة زي ما انتوا شايفين هو ما بيبقاش اخضر لما بيتحط على الوش، لكنه بيدي ضي في كل الوش. شايفين النص بتاع وشي اللي حطيت فيه والنص التاني اللي ما حطيتش فيه، هو بيديكي زي إضاءة في كل الوش. وبيعمل إيه؟ بيمتص كل الزيوت اللي خارجة من وشك وبينشف. ما بيحتاجش الباودر أبدا، يعني انتي بس حطيتي الطبقة دي فتحلك وشك واداله نضارة زي ما انتوا شايفين كده غريبة. وكمان مش هثبته بباودر، يعني الله حسيت اني مش حاطة حاجة على وشي نهائي. واتفاجئت كمان في اخر اليوم ان انا لما روحت ان وشي كان زي ما هو، البلاشر اللي عليه زي ما هو والهايلايتر اللي عليه زي ما هو. كل اللي انا عملته اني حطيت برايمر بس. كمان البرايمر ده فيه SPF او فيه حماية من الشمس، تقدري ما تحطيش عليه سان بلوك خالص. فكنت بوريكم هنا ايدي ووشي، وشوفوا الايد اللي انا دهنت عليها البرايمر افتحت ازاي، والايد التانية بقى شكلها عامل ازاي. وبيفتح المكان بدون اي تغيير، يعني لا تلاقيه مجير ولا باين ان فيه طبقة ولا اي حاجة من دي. حبيته جدا واعتمدت اللوك عليه، وبصراحة نزلت بيه. وكمان كل البنات اللي على الانستجرام يعني البوست حصل عليه انقلاب، فعلشان كده انا حاولت اخلص لكم الفيديو في اسرع وقت. حطيت بس شوية كونسيلر